لتقدم أفضل المنتجات والخدمات، فأنت بحاجة إلى التعاطف مع عملائك. يجب أن تضع نفسك محلهم لتتفهم بالضبط ما يحتاجون إليه. لكن كيف لك أن تعرف ما يدور برؤوسهم؟ من السهل أن تظن أنك تعرف ما الذي يريدونه، لكن حينها ينتهي بك المطاف بتقديم شيء مختلف تماماً عما يريدونه. لذا عليك أن تتحلى بالقليل من الإبداع من أجل الوصول إلى ما يدور بأذهانهم. أول شيء يمكنك أن تجربه هو وضع خريطة التعاطف. ارسم دائرة مقسمة بأربع مربعات، وضع لكل مربع عنواناً: القول والفعل والتفكير والشعور. ما الذي يقوله العملاء؟ ما هي الأفعال والسلوكيات التي يمكنك ملاحظتها؟ ما الذي يمكن أن يدور بتفكيرهم؟ بماذا يخبرك ذلك عن معتقداتهم؟ ما هي المشاعر التي يحسونها؟ ستمكنك ملاحظة خريطة التعاطف من تحديد احتياجات العملاء من السمات أو التناقضات بالسمات. دون هذه الاحتياجات على الخريطة، فقد ينتج عنها شيء لم يخطر ببالك. من خلال التناقضات بالسمات ستتمكن من اكتساب لمحات عميقة قيمة حول ما يدور بأذهان العملاء. دون هذه اللمحات العميقة أيضا. بهذه الطريقة ستتمكن من تقديم حل مبتكر بفهم أعمق لما يحتاجه العملاء فعلا. استعن بخريطة التعاطف للخروج من الصندوق.